الاستراتيجيات الدولية ماثيو برودكي. مرحبا بكما. أبدأ من مع ضيفي من واشنطن سيد ماثيو، كيف تقرأ موقف واشنطن الذي يتحدث عن يعني ضرورة عدم التعرض للمدنيين من ناحية، لكن واشنطن تستخدم حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لمنع تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى أن الكونغرس يناقش موضوع إرسال 45 قذيفة من أجل إمداد دبابات ميركافا في إسرائيل التي تستخدم في الحرب بالعمليات البرية؟ أصلا إن الولايات المتحدة وموقفه هو مثله تماما مثل موقف إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالقضاء على حماس، ويجب ألا تكون حماس موجودة في قطاع غزة بنهاية الحرب. عندما تقدمت الإمارات بمشروع القرار وبسرعة لم تكن الولايات المتحدة على علم بهذا المشروع القرار، ولكن لم يدرج فيه أي إدانة لأعمال العنف التي ارتقبت في 7 أكتوبر، وقد اعترضوا عليه. ومن الأسباب التي اعترضوا عليه أنه لم يشمل أي إدانة لما اقترفته حماس في 7 أكتوبر الماضي، ولم يذكر أيضا من الاعتداءات الجنسية والقتل والأعمال الوحشية التي ارتكبتها حماس، كما أن المجتمع الدولي والصليب الأحمر لم يسمحوا أيضا له بأي إدخال للمساعدات إلى غزة. وبالتالي فإن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستعترض عليه، ولكنها قالت أنها لن فإنها الولايات المتحدة أرادت أن يتم مسح وإزالة كل هذه الأمور من القرار قبل أن تصوت عليه، ولكن هذا لم يتم. في الوقت نفسه إن الإمارات بالطبع موقفها قريب من موقف الولايات المتحدة، فهي لا تحب حماس ولا تحبذها، وقامت أيضا بإدراج وتريد إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ولكن في الوقت نفسه فهي في مشروع القرار هذا كانت تريد أن تظل حماس في الحكم أو في قطاع غزة، وهذا أمر يعرض الإسرائيليين للخطر من تكرار مثل ما حدث في 7 أكتوبر. لكن سيد ماثيو، ما الذي يرضي الولايات المتحدة برأيكم في هذه المرحلة؟ هناك تناقض، هناك قراءات دولية تنظر إلى الولايات المتحدة بأن مواقفها ذات ازدواجية، دبل ستاندردز إذا ما صح التعبير، من ناحية تقول أنه هي تريد حماية المدنيين وعدم التعرض لهم، لكن من ناحية أخرى تدعم إسرائيل بحجة أنها تريد تصفية حماس. ما الذي يرضي الولايات المتحدة بعد 2 شهر من هذه الحرب؟ حسنا، إن المدنيين عالقون في هذا الصراع بسبب حماس. لا توجد دولة حتى الولايات المتحدة قامت بما قامت به إسرائيل من تحذير مسبق قبل شن العمليات العسكرية، وتحذيرهم بمواقع القصف والمواقع التي سيشنون فيها الغارات. الولايات المتحدة لم تفعل ذلك في أي من حروبها، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ترغب في عدد قليل من الضحايا بين صفوف المدنيين، ولكن في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل إن أردت أن تستمر هذه الحرب بلا نهاية فإن ذلك هو الكيل بمكيالين بالنسبة لإسرائيل. فإن إسرائيل تقول أنها تتوخى الحذر الشديد في عدم قتل الأبرياء والمدنيين، ولكن في نهاية الأمر هي تريد إطالة أمد هذا الحرب، وبالتالي لابد من إسرائيل أن تنهي هذه الحرب بأقصر ما يمكن وأسرع ما يمكن حتى تقل عدد الضحايا المدنيين. إن إسرائيل ما زالت تكتشف مزيد من الأسلحة ومزيد من الأنفاق داخل المدارس وداخل. حضرتك غردت على منصة إكس يعني منذ بضعة ساعات إنه ليس فقط حماس يعني تنشر أنفاقها في المدارس وإلى جانب المدارس، إنما حضرتك وضعت صورة أنه تقول أنه هناك أنفاق في داخل الصفوف. هل ذلك يبرئ أو هل هذا الرد من قبل القوات الإسرائيلية يأتي متكافئا في ظل إذا ما سلمنا فرضية وجود أنفاق أينما كان؟ هذه كانت هناك مدارس تؤوي نازحين ولاجئين هربوا من القصف الإسرائيلي إلى مناطق إسرائيل تدعو للجوء إليها، لكنها تعود وتقصفهم. Is
حسنا، أنت تسألين عن التبرير وما مبرر، ولكن ما الذي يبرر ما الذي تم في 7 أكتوبر؟ في واقع الأمر ما تم في 7 أكتوبر هو يبرر كل ما تقوم به إسرائيل، إن عندما تقوم بقتل المدنيين ثم تختبئ خلف الشعب المدني لك، فإن هذه هو التبرير الوحيد لما يحدث لذلك. ولكن فإن عندما نسمح بأن يفلت الإرهابيون بكل ما اقترفوا فهذا أمر لا يمكننا أن نحتمله. إن حماس يجب أن يتم إزالتها وتدميرها تماما، وأي دولة في الشرق الأوسط ترغب في تدميره. أي مجموعة إرهابية ليست فقط حماس، فإن أي مجموعة إرهابية تقوم بما قامت به حماس يجب تدميرها وإزالتها، هذا أمر لا خلاف عليه. أما تبرير ما تقوم به إسرائيل فهي لا تستهدف المدنيين عن عمد، ولكنها تستهدف أعضاء حماس، ولكن حماس هي ما تختبئ وراء المدنيين. بالطبع هناك ضحايا مدنيين، ولكن حماس ربما إن أرادت أن تستمر، وهذا أمر لن نراه في خلال شهرين. سنعود إلى هذه النقطة سيد ماثيو، أعذرني على المقاطعة. نعم، لكن يعني اسمح لي أن نعود إلى ضيفنا سيد أحمد المتخصص في الشؤون العربية من القاهرة. سيد أحمد، يعني كيف تنظر القاهرة إلى هذه الحرب بعد مرور شهرين؟ واشنطن مصرة على أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، لكنها يعني تبعت معنا هذا النقاش أنه هي تقف إلى جانب إسرائيل بكل ما تقرره. هل بات نتنياهو هو المقرر عن بايدن برأيكم داخل واشنطن؟ يعني يوم نستمع أنه واشنطن تريد مهلة زمنية محددة، تريد أهداف محددة لإسرائيل، لكن واشنطن لا تضغط بالقدر الكافي على نتنياهو من أجل وقف الحرب. بعد التحية لحضرتك ولضيفك الكريم، ما يحدث في قطاع غزة هي إبادة جماعية، هو يعني مجازر مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة للأسف شريكة في هذه المجازر وهذه الإبادة، ولدى الولايات المتحدة خلط كبير وازدواجية في المعايير. هناك فرق كبير بين فصائل المقاومة التي تعمل على مقاومة كيان محتل وبين كيان إرهابي. نتفق جميعا أن جماعة الإخوان هي تنظيم إرهابي، لكن حركة حماس أعلنت عن فك ارتباطها تماما بجماعة الإخوان من خلال وثيقة سياسية أصدرتها. الجانب الإسرائيلي يقوم بقصف عشوائي على كافة مناطق قطاع غزة، سواء في الشمال أو في الوسط وفي الجنوب. قال أن المنطقة الجنوبية هي المنطقة الآمنة، مما دفع إلى تكدس حوالي 1,900,000 مواطن فلسطيني في هذه المنطقة. وعلى الرغم من ذلك لم تنجو المنطقة الجنوبية من القصف العنيف الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو يورط إسرائيل في هذه الحرب لأنه يتحمل تبعات وتداعيات هذه الكارثة. ما الذي دفع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية للإقدام على هذا الأمر؟ هي حالة الإحباط الكبيرة في الشارع العربي وليس في الشارع الفلسطيني فقط، هي التي دفعت الفصائل، الولايات المتحدة الأمريكية ومراوغتها ودعمها لإسرائيل ورفضها لدعم تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، فضلا عن الصمت الأمريكي على تجاوزات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وفي القدس. كل هذا أدى إلى هذا الانفجار الكبير. ما حدث هو يعني نتيجة لمعطيات تقوم بها إسرائيل على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس، فضلا عن حصار قطاع غزة لأكثر من 16 سنة. لا توجد أي مقاومات للحياة، لا توجد بنية تحتية، لا يوجد أي أفق للسلام. حالة الإحباط واليأس لدى الفلسطينيين تدفعهم وستدفعهم للقيام بالمزيد من هذه العمليات. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك وغير موثوق به، أو دولة ليست حليفة ولا تعمل لصالح هذه المنطقة، بل تشعل الإقليم بشكل كبير مثلما حدث في العراق عام 2003. نفس الأمر حدث في 2006، إسرائيل قالت سنقتلع حزب الله من لبنان وشنت عملية عسكرية استمرت لعدة أسابيع
حتى فشلت فشلا ذريعا في اقتلاع حزب الله، وطلبت أمريكا بأن تعمل على تحريك مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف هذا العدوان. فكرة المقاومة داخل الفلسطينيين لا تنحصر على حماس فقط أو الجهاد الإسلامي، فكرة المقاومة موجودة في عقل وروح كل مواطن فلسطيني يشعر بالظلم، هذا الظلم الذي يتعرض له من دول العالم التي ترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وتفعيل القرار 242. المنظمة الأممية الأمم المتحدة هي تدير الصراع فقط وليست منظمة محايدة، وبالتالي يجب إصلاح هذا الخلل بتطوير أداء هذه المنظمة الأممية التي تتحكم فيها دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. أستاذ أحمد، مجموعة الدول العربية تقول أنها ستستمر بمواصلة طريقها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، من أجل إقرار مشروع قرار داخل مجلس الأمن، ويحكى أنه من الممكن أن تتقدم مصر بمشروع قرار جديد. ما الذي يمكن إطفاؤه على مشاريع القرارات السابقة التي يعني، وما الذي سيتغير بوجهة النظر الأمريكية في جلسات مجلس الأمن المقبلة؟ يعني ستستمر واشنطن باستخدام حق النقد الفيتو نظرا لكونها دولة دائمة العضوية، يعني ألا يعتبر ذلك استفزازا داخل مجلس الأمن أنه كل ما يطالبون به وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين؟ صحيح، يعني أمر مؤسف ما تقوم به الولايات المتحدة. مشروع القرار هو مشروع قرار إنساني يطالب بالأساس بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق نار يتم في الأراضي الفلسطينية. مصر تتشاور مع المجموعة العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. منذ قليل صدر بيان صحفي صادر عن المجموعة العربية المشكلة من عدد من الدول العربية والإسلامية، التقوا أنتوني بلينكن، هذا الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف تحدث خلاله الوزراء العرب عن ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على وقف هذا التصعيد العسكري وتمسك الدول العربية بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، فضلا عن تأكيدهم على رفضهم للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني. ما يجري في قطاع غزة هي كارثة إنسانية وإبادة جماعية، وما يمكن إطلاق عليه هولوكوست. هذا هو الهولوكوست الحقيقي الذي يجري. أكثر من 7000 طفل استشهدوا، أطفال خدج يعانون بشكل كبير، بنتكلم على أكثر من 17000 شهيد. أتوقع أن الشهداء عددهم يتجاوز 25000، وأكثر من 45000 جريح. لصالح من تراق هذه الدماء؟ حالة التصعيد والقتال ما بين الطرفين سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني ستدفع هذه المنطقة وهذا الإقليم إلى حرب شعواء. وقد يعني وجدنا حالة التصعيد في العراق باستهداف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، تصعيد من لبنان ومن سوريا. وبالتالي تعمل مصر على التشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير مشروع القرار وإطلاعه على كافة بنوده، لكي تكون الولايات المتحدة الأمريكية يعني راغبة في وقف إطلاق النار ووقف حالة الدماء وشلال الدماء في قطاع غزة. أستاذ ماثيو، أعود إليك. كنت ذكرت قبل قليل يعني بمداخلتك أنه إسرائيل لا تستهدف المدنيين عن عمد. هذه الخسائر البشرية هي تكلفة الحرب التي أو الهجوم الذي شنته حركة حماس بالسابع من أكتوبر. هل تبعت التقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أن هناك طفل أو امرأة تقتل كل 7 دقائق في قطاع غزة منذ بدء الهجوم؟ كلا، لم أطلع على هذا التقرير، ولكن ما قمت به هو الاستماع إلى ما قاله ضيفك من كايرو. إن ضيفك من كايرو، ما الذي قامت به؟ أريد أن أسأل ضيفك من القاهرة، ما الذي قامت به مصر لمساعدة الفلسطينيين؟ هم يغلقون الحدود، هم قاموا بإغراق الأنفاق التي لا تحماس. إن مصر لم تفعل أي شيء لمساعدة الفلسطينيين. الولايات المتحدة تريد من مصر أن تساعد، ولكنهم يغلقون الحدود. ولكن كان ضيفك أيضا ذكر قرار مجلس الأمن 242. قبل أن هذا القرار أيضا دعنا نسأل ضيفي. أنا لن أجيب عن الموقف المصري، سوف يجيبك ضيفنا عن إن مصر لا تريد أن تساعد أي شيء. للقضية الفلسطينية غير صحيح. ما تقوله غير صحيح. مصر دخلت في عدة حروب دعما للقضية الفلسطينية.
في 48 وفي 67 وفي 56 وكذلك 73 فقدنا جزء من الأرض. مصر قدمت أكثر من 100 ألف شهيد قدمت دماء للقضية الفلسطينية. معبر رفح مفتوح على مدار الساعة لم يغلق أبدا، لكن أنتم يعني لديكم ازدواجية في المعايير. مصر ترفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وتصفية القضية مثلما تطرح الولايات المتحدة الأمريكية. وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية بالتشاور مع الجانب الأمريكي طرحت خطة ومخطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني. تتعاملون بازدواجية وبأمر غير أخلاقي وغير مقبول وأمر مؤسف. لصالح من تراق هذه الدماء؟ آلاف المواطنين الفلسطينيين. هذا يولد الإرهاب داخل جماعات متطرفة في دول العالم توظف ملف القضية الفلسطينية لشن عمليات إرهابية. عليكم أن تدركوا أنكم تلعبون بالنار. سبب ظهور الجماعات المتطرفة هي حالة اليأس وحالة الإحباط المتواجدة لدى بعض الشعوب العربية. لذا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون صادقة مع نفسها وأن تعمل على وقف هذه المجازر التي تحدث. مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني. وصلت الفكرة سيد أحمد، لكن اسمح لي أن أسأل سيد أستاذ ماثيو، أريد أن أسألك عن موقف وليس دعم الحرب. سيد ماثيو، أريد أن أسألك عن موقف واشنطن، كيف تنظر إلى هدف إسرائيل الذي يدعو الفلسطينيين للنزوح إلى الجنوب وقصف مناطق من الجنوب، وبالتالي هي تضيق الخناق عليهم من أجل أن يصلوا إلى معبر رفح المحاذي للحدود المصرية؟ كيف تنظر واشنطن إلى هذا المخطط؟ يعني واشنطن التي تقول أنها تعلم ما الذي تفعله إسرائيل في هذه الحرب، هل هي تعلم أنه لدى إسرائيل مخطط تريد تنفيذه بتهجير كل هؤلاء الفلسطينيين وجعلهم على حدود صحراء سيناء المصرية؟ لا توجد دولة في الشرق الأوسط يمكنها أن تجبر قادة حماس الإرهابية في شمال غزة أن يخرجوا من القطاع وأن يذهبوا إلى الجنوب. لا توجد دولة في الشرق الأوسط قادرة على ذلك. من الواضح عندما قامت إسرائيل بذلك فهي قالت للجميع الأمر الذي أدى لنزوح ملايين من البشر إلى الجنوب، ولكن كل قادة حماس انتقلوا من الشمال إلى الجنوب. ما الذي تفعله إسرائيل في هذه الحالة؟ لكن إن حقيقة الأمر هو أن الولايات المتحدة قد شهدت الوضع والمأساوي، وكذلك مصر. مصر شهدته أيضا وشهدت الموقف المأساوي في غزة. ما الذي فعلته مصر حتى الآن؟ لا أحد يريد أن يرى الضحايا بين صفوف المدنيين، ولكن حقيقة ذلك أن ذلك أمر حتمي ومتلازم مع أي حرب. أما إن حماس قررت في 7 أكتوبر مرة أخرى وقد أعلنوا ذلك، فبالتالي لابد من هزيمة حماس والقضاء عليها بنسبة 100% ومحوها من الوجود. وإن أرادت مصر أن تساعدنا في تحقيق هذا الهدف بدل من الجلوس حينا وأن يقوموا بفرض إملاءات وإعطاء محاضرات ونصائح إلى الولايات المتحدة، مصر لم تقم بأي شيء لمساعدة الموقف حتى الآن. سيد أحمد، يعني لنعود إلى موقف مصر بكذب وافتراء الحقيقة. نعم، يعني لنعود إلى موضوع مجلس الأمن والقرارات. يعني ضيفك الكريم على ما قامت به مصر. نعم بالتأكيد هذا جزء من التحرك المصري، لكن اسمحي لي، مصر أكثر دولة دعمت القضية الفلسطينية، استضافت عشرات الحوارات ما بين الفصائل الفلسطينية. سيد أحمد، لننظر إلى مستقبل القطاع. واشنطن تنظر إلى ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى داخل القطاع. بدقيقة لو سمحت، هل تعتبر أنه هناك أمل أو هذا الاقتراح أو هذا المخطط الأمريكي وارد في هذه المرحلة أو في مرحلة ما بعد الحرب؟ هذا أمر مؤسف أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية إملاءات على أبناء الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مستقبله ويختار من يمثله. لا يجب أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الغربية في القضية الفلسطينية. يجب أن يكون هناك حوارا بين الأطراف الفلسطينية تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل هذه الأطراف على وضع رؤية مستقبلية لحل القضية الفلسطينية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت سببا في إضعاف السلطة الفلسطينية
في قطاع في الضفة المحاصرة ماليا. مصر قدمت الكثير للقضية، أطنان عشرات الأطنان من المساعدات، تعمل على الدعوة لوقف إطلاق النار. مصر ليست طرفا لاستهداف أي فصيل فلسطيني. الفصائل الفلسطينية، كافة أبناء الشعب الفلسطيني نتعاون معها لتحرير أرضها سلما وليس عسكريا، لكن إسرائيل هي التي فرضت هذه المعادلة. ومن المؤسف والعار على الولايات المتحدة الأمريكية دعم هذه المجازر ودعم هذا الهولوكوست الذي يرتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. على الولايات المتحدة أن تخجل مما تقوم على المقاطعة. يعني انتهى وقت هذا النقاش، شكرا لك من القاهرة الصحفي المتخصص في الشؤون العربية أحمد جمعة، أيضا من واشنطن كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية ماثيو بروتسكي، شكرا لك. يعني ويعني من المهم أن يعني تطلع على تقرير نيويورك تايمز الذي يتحدث عن أنه طفل أو امرأة تقتل كل 7 دقائق في قطاع غزة. شكرا لك. أفادت مصادر طبية لبنانية بإصابة 3 جنود لبنانيين بجروح طفيفة من جراء قصف إسرائيلي.